هذا مهم، إن كنا نصنع هذا وأنت ذاهب إلى مكة، والحمد لله مكة يعني أمان، فما بالك تذهب إلى أفريقيا، تذهب إلى هذه الأماكن. أيضا من الأمور اللي لابد يعني التنبه لها، أمر مهم جدا، عندنا بعض الناس يروح أوكرانيا، وين؟ أوكرانيا أو روسيا، أوكرانيا أو روسيا. طيب إيش يدرسهم؟ مصطلح حديث. أوكرانيا مصطلح حديث؟ معقول؟ صعب جدا يا رجل، كيف درسوا مصطلح العبادات؟ حتى وإن كان في طلاب عرب هناك يريدوا المصطلح، المفروض الطلاب العرب هناك ممكن تعطيهم وقت نصف ساعة بعد الفجر بعد العشاء، لكن أغلب الوقت يكون لمن؟ أنا أسافر إلى أوكرانيا ودرس مصطلح حديث؟ معقول؟ ها؟ مو معقول. أو أذهب إلى مثلا إلى دولة أفريقية وأدرسهم التدمرية حموية؟ ما يمكن، صح؟ هذا أعلى من المستوى، إلا إذا درسوا مهيئين كذا. أما أني أذهب وأدرس كتب يا رجل درأ تعارض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية، ما يمكن. قل هذه كتب أقل شيء في العقيدة، ما لك من يدرس مصطلح حديث؟ نعم. أو يذهب يقول أدرسهم قراءات. عجيب هذا، والله عجيب أخواننا، يعني سبحان الله، هذا المخاطب ما يعرف شيء، وبعدين نهاية الدرس نهاية الدورة يطلع الواحد منهم قال الله أكبر، والله هذا الشيخ أصولي محنك، لم أفهم كلمة. صحيح؟ وتسأل بعض الطلاب بعد الدرس إيش الدرس اليوم؟ قال والله ما أدري. سألت طالب مرة حضر دورة عندنا في القصيم، هو من ينبع، من جهة ينبع أملج وكذا، سألته أنا حضرت الدورة؟ قال نعم. قلت هذه الدورة في ماذا؟ قال 10 كتب. قلت طيب إيش الكتب؟ قال إيش دراني أنا؟ يا رجل أنت حضرت الدورة؟ قال حضرت، وكنت أنام هناك وأحضر مع الشباب. طيب، قال لي والله اللي اتذكر أن اسم الدورة دورة ابن سعدي. قلت تمام، مسكنا خيط الآن، دورة مين؟ ابن سعدي. إيش الكتب؟ قال والله في كتاب في التوحيد. قلت إيش الكتاب؟ قال والله حاجة ثلاثة كذا. قلت أصول ثلاثة؟ قال نعم. قلت لمن؟ قال لابن سعدي، لأنه علق عنده ابن سعد. يعني ما لم يفهم شيئا من الدورة، والله صدق. ولهذا يعني عندنا الآن يعني حتى في الدراسة الأكاديمية الآن يأتي الطالب مقابلة شخصية، حتى لو معه شهادة الآن، صح؟ اختبار مستوى، حدد مستوى هذا. يعني ابن عثيمين رحمه الله كان يستطيع في الدرس أنه يرتفع، صح؟ ويأتي بكلام ما يفهمه، هو ينزل 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 إلى مستوى الطلاب حتى يفهم، يكرر مرتين وثلاثة ويسأل الطلاب ويراجع ويناقش. كان يقول هو رحمه الله، يقول بقي عليه شيء واحد ما استطعت عليه، ما هو؟ قال أتابع الطلاب في بيوتهم، يريد الشيخ يروح وراء الطلاب في بيوتهم يشوف يعملوا ويدعو أو لا، يقول هذا باقي عليه ما استطعت عليه رحمه الله. أخواننا ما ي... هل أنا سألت أحد الشباب مرة إيش درس؟ قال درس أصول ثلاثة. طيب كم درس؟ قال درس في الشهر. إيش؟ درس واحد كل شهر. طب متى تنتهي؟ قال والله يمكن بعد سنتين. طيب آخر درس تتذكر أول درس؟ قال لا. بالله سألته أنا، هل ترضى أنت عندما كنت طالب أن تدرس بهذه الطريقة؟ قال لا. أخواننا
عندهم مركز في دولة من الدول الأوروبية وجو وقالوا نبغى نعرض عليك يعني المنهج الدراسي وكذا. قلت لا تعرضوا علي ولا شيء، أنا أسألكم سؤال واحد، هل ترضى هذا المنهج لنفسك؟ أول واحد قال والله ما أرضى هذا المنهج لنفسي ولا لأولادي. قلت خلاص إذا ما يصلح صدق والله. يعطي الطالب 6 مواد، طالب ما يعرف اللغة العربية أصلا. وأنت تعرف الآن في بعض الدول عندنا مثلا في الهند كتب الستة، يا رجل لو تدرس الكتب الستة هنا في الكويت صعبة ممكن. قال لا أعطينا واحدة واحدة 40 نووية، صح؟ هيئني واحدة واحدة. قال لا درسوا الكتب الستة، اللي يدرس الكتاب أحيانا بعضهم ما شاء الله على علم وكذا، لكن يدرس الكتاب أحيانا لا يعرف هو شيء عن هذا الكتاب يا رجل. فلا بد من، لذلك الآن عندنا المقررات مثل مقررات المعاهد العلمية، معهد جامعة الإمام، معهد جامعة الإمام، هذه المقررات لو تنظر فيها يا رجل سهلة. والله عندنا أحد العوام قال والله رحم الله بن عثيمين. قلت ليش؟ قال والله تعبت أقلب في الحموية أقلب في التدمرية ما فهمت شيء، أخذت ملخص الشيخ بن عثيمين رحمه الله قلت يكفيني هذا. قرب العلم، تقريب العلم يا أخوانا للناس، الآن في الغالب ما يريد العلم ولا يريد الكتب. لابد نشوف طريقة تشويق الناس للسنة، تشويق الناس للتفسير. اليوم نقول لابد طريقة السلف في حفظ القرآن وكذا، وفي الغالب ما أحد يسير والله صدق إلا من رحم الله. لماذا؟ لأنه ما في تشويق. أول ما يبدأ الطالب في التفسير سورة البقرة، طبعا سورة البقرة سورة طويلة وكذا ولا يتم أصلا، لكن أنت ابدأ بقصار السور، السور التي فيها تشويق، سورة القصص، قصص، ها؟ سورة مريم، سورة الكهف تتكرر عليك، صحيح؟ سورة الرحمن مثلا، سورة نوح عليه الصلاة والسلام فيها قصص، فهذه تشوقك للتفسير، وبعدين أنت تشجع، اليوم ختمت 3 سور، غدا تختم 3 3، ثم آخر شيء تصل إلى سورة البقرة. يعني إن منكم منفرين، فكيف يعني تنفر هذا عن العلم؟ هو الآن لا يعرف شيئا عن العلم. أحسن كتاب، وهذا اختصار يعني اختصار الموضوع هذا كاملا، أحسن كتاب يصلح لكل دولة ويترجم لكل لغة ويصلح لغير المسلم والمسلم والمسلم الجديد، الدروس المهمة. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يعني ألف هذه الرسالة، سبحان الله وضع فيها الله سبحانه وتعالى بركة، والله رسالة مختصرة لكن فيها بركة، بركة كبيرة جدا. والله يا أخواننا الأصول الثلاثة، هذا الكتاب في رجل في أوروبا ضاقت عليه الدنيا، كافر هو، قام في آخر الليل وأخذ يدعو يقول يا رب إذا أنت حق دلني عليك. عندما انتهى من الدعاء قدر الله كان لديه أصول 3، رسالة موجودة كانت، سبحان الله، فتح الرسالة وبدأ يقرأ من ربك؟ ربي الله. أسلم بدون أحد، بدون داعية، بدون أي شيء أصلا. هل يلزم أنه إذا أراد الدخول في الإسلام أنه داعية يدخل في الإسلام؟ لا. فأخواننا أنت عرفت الدين الآن وعرفت الطريق، طريق مهيأ مذلل سهل، باقي نسلك أخواننا. كثير منا يسافر للعلاج. بن عثيمين رحمه الله تعالى في آخر حياته سافر الشيخ للعلاج، أول شيء صنع الشيخ عندما وصل قال اتصلوا على أقرب مركز إسلامي. أنت ليش جاي؟ قال جاي تعالج. لماذا أقرب مركز إسلامي؟
أريد ألقي كلمة. والله أنا رأيت الشيخ يأتي إلى العمرة، أول شيء تفكر فيه إذا طلعت من الكويت هنا ونزلت بك الطيارة وأنت محرم في جدة، إيش تفكر؟ تفكر متى تنزع هذا الإحرام، صح؟ أي نعم، بسرعة وتنتهي. ينزل إلى جدة محرم الشيخ، محاضرة في جدة بإحرامه. يصل إلى مكة، محاضرة في مكة. يطوف ويسعى، وهو في الطواف وهو في السعي يترك الناس؟ لا، يعلم. في الأمس أنا أقول للشباب، الشيخ في المسعى يقول: وأنا في المسعى وجدت رجل أكرمكم الله يسعى في نعليه، فقال: السلام عليكم. قال: عليكم السلام. قال: اخلعنا عليك. فهذا قال للشيخ، قال: يجوز. يقول للشيخ كذا، قال: يجوز يجوز. فقال: تعال تعال، أنا محمد بن صالح بن عثيمين، اخلعنا عليك. يقول: والله؟ قال: والله. يقول: خلعنا عليه وضع هنا. قال: جزاك الله خير. أحيانا، لأن البعض يقول: لماذا الآن تكتب الشيخ فلان الدكتور؟ أحيانا تضطر إلى هذا إذا من باب الترفع. لا، هذا ما يجوز طبعا. ولهذا تجد كبار العلماء عندنا ما يقول عن نفس أنه شيخ أو مفتي. محمد بن إبراهيم رحمه الله يقال، والله أعلم، أنه كانت في القديم لا يوجد هواتف إلا فقط عند المفتي وفي الأماكن الكبيرة. الشيخ يحتاج إلى عامل سباكة، فاتصل، قال: اتصلوا لي على هذا المؤسسة، في عامل هناك أريد هذا العامل. فاتصلوا عليه، الشيخ يتكلم، قال: وين العامل فلان؟ قال: موجود. جاء العامل يكلم الشيخ، فالشيخ يقول له: يا محمد، أبغاك تجيني اليوم البيت. قال: أنت مين؟ قال: أنا محمد بن إبراهيم. قال: مين محمد بن إبراهيم؟ قال: محمد بن إبراهيم أسكن في الدرعية. قال: مين محمد بن إبراهيم؟ قال: يا أخي، محمد بن إبراهيم بيتي جنب بيت كذا، تعرفني أنت؟ قال: من أنت؟ تقول من؟ أو أغلق الهاتف. قال: يا أخي، وقال عني المفتي. قال: سيدنا الشيخ، استغفر الله. ما أراد أن يقول له إيش؟ مفتي. فهمت الشيخ؟ هي في موضع يقول أنه مفتي، مثل ما قال الشيخ بن عثيمين، قال: أنا محمد بن صالح بن عثيمين، لكن في موضع ما يستطيع يقول: أنا سماحة المفتي، مفتي المملكة وكذا. وأحد القضاء عندنا في القديم، عندنا الصكوك تكتب باليد، صكوك الأراضي العقارات باليد. رجل جاء إلى القاضي بصك مكتوب وعليه توقيع القاضي، القاضي هذا مات اللي كتب الصك، نظر القاضي في الصك، قال: هذا الصك مزور. قال: كيف مزور؟ كيف عرفت؟ قال: عرفت، مزور. لابد أن تقيم الحجة وتأتي بثلاثة من طلاب الشيخ يشهدوا أن هذا خط الشيخ. راح هذا الرجل وجاب ثلاثة شهدوا أن هذا الخط خط الشيخ، شهدوا عند القاضي. القاضي بعد أن جاء الشهود قال: مزور. قال: يا شيخ، أنت تعقدنا وكذا، حرام عليك، اتق الله. قال: أنت اتق الله، هذا مزور، وتب إلى الله، وأنا لا أتركك ترى وتأكل حرام، واعترف، أنا ما أقول شيء، وأقطع الصك وانتهينا. قال: والله يا شيخ، 3 سنين أنا أتدرب على خط الشيخ، طلاب الشيخ لم يعرفوا هذا، كيف أنت عرفت؟ قال: عرفت بشيء واحد. قال: ما هو؟ قال: في آخر الصك. القاضي ما يكتب الشيخ وأنت كتبت الشيخ، هذا الذي كشف أمرك. إذن هذا معناه إيش؟ الإخلاص، لا دال صحيح، ولا الشيخ ولا فضيلة الشيخ ولا غير هذا. الذي يحضر عندك من أجل أنك تحضر لله، هذا أفضل شيء. أما يحضر لديك من أجل شهادة
من أجل دنيا، هذا لا، هذا كله والله لا يصلح. ولهذا لابد تتنبأ، عندنا بعض المراكز يعمل من أجل المال والله صدق، فينادوا بعض المشايخ يقول يا شيخ لماذا ما تأتينا تدرس وكذا، هو هذا عندما يأتي الشيخ يجمع أموال من الناس باسم من؟ باسم الشيخ حتى يربحوا. وهذا مشكلة أيضا عندنا، أن بعض المراكز الآن قائمة على هذا، على الأموال، جمع الأموال، ولهذا لابد أن تتحرى. أحسن شيء والله أعلم أنه لا تذهب إلا للمساجد، المراكز وكذا أتركها. أحسن شيء في الدعوة إلى الله في الخارج أما أن تأتي الناس سواء في الأسواق أو في أماكنهم وكذا، أما المراكز لأنه بعضهم يعني يستغل بعض المشايخ في جمع الأموال في كذا أغراض أحيانا دنيوية، فأحسن شيء تأتي المسجد. المسجد لمن؟ ها؟ لله، وانتهى الأمر. فأحسن شيء لو المساجد متوفرة، هذه أكبر نعمة أنك تدرس في المسجد. المسجد لا أحد يحسب عليك أن يقول لك والله تابع لجمعية فلان جمعية علان، وتدرس في المسجد وتخرج.